يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الدرس أن الرغبة خاصة بالله وليست مشتركة بين الله ورسوله. الرغب، الرغب ما هو بالرغبة، الرغب، ولا أن ترغب في المال وترغب في الزوجة وترغب، لا، الرغب لا يكون إلا إلى الله، ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم. يقول ما معنى ذلك، وما معنى أنها خاصة بالله؟ بينا هذا، قلنا الرغب ما هو بالرغبة. نعم.